ليلة رأس السنة وتوقعات ليلى عبد اللطيف، ننتقل إلى بعض المتفرقات الفنية. ليلى، الناس بيحبوا يسمعوا عن الفنانين اللي بيحبون، الفنانين المفضلين لديهم. يعني عندك مجموعة، نبدأ بمصر، من لبنان، من المغرب، من السعودية، من وين بدك تبدأ؟ عمرو دياب. عمرو دياب. مشهد بارز وغير مسبوق سنراه يحصل مع الفنان العربي الراقي عمرو دياب وهو على المسرح في حفل خاص ومهم، وهذا المشهد سينتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مما سيزيد من جمهور عمرو دياب العربي بسبب تصرفه، يعني بيتصرف تصرفه الراقي والأخلاقي والفني عند حصول مشهد ما كتير بيعجبه، فهو بيتصرف برقي وبحفل خاص بيستمر، وعمرو دياب يتألق ويغني بين الحضور بعيدا عن المسرح، ونراه بصورة مختلفة غير عمرو دياب اللي كنا نشوفه فيها مع الجمهور. لكن الهضبة في موقف قد يكون حرج، وتصرف الراقي النبيل يغزو مواقع التواصل الاجتماعي ويلقى الكثير من التعاطف والاحترام، وبكفي حفلته عادي بكل ركن. اوكي، صح. فضل شاكر ابو محمد. فضل شاكر نشان، الفنان فضل شاكر لن يكون بعيدا بال 2024 عن كلام الناس وشاشات الاعلام بسبب حصول بوادر صفقه قانونيه مفاجئه تتعلق بقضيه الفنان فضل شاكر الذي اراه مصمما على تحقيق العداله ومصمماً أكثر على العودة إلى فنه وجمهوره المشتاق مهما طال الوقت والزمان. وأحد الدول، ما رح أقول أي دولة، بتقوم بهالمبادرة وبمساندة الفنان فضل شاكر. لكن أبو محمد، فضل شاكر ترينه خارج المخيم بتسوية قانونية. صحيح. عفو ليلى، تسوي قانونية وبتلاقي فضل شاكر مجددا يغني يزاول الغناء على المسرح. وبصراحة بترجع الناس من بعد العفو القانوني بتتعاطف معه وبتحضر حفلاته. صحيح. نعم، ممتاز. سعد المجرد ومحمد رمضان. أوكي. ما تقولي لي بيرجعوا بيعملوا ديو. محمد رمضان، الفنان محمد رمضان والفنان سعد المجرد. أرى الفنان محمد رمضان والفنان سعد المجرد في حفل غنائي مشترك يجمع الفن والطرب، وسنرى الفنان محمد رمضان والفنان سعد المجرد في موجة غناء مشترك بيشعل المسرح والجمهور وبيتفاعل بشكل غير مسبوق على مواقع التواصل الاجتماعي، ويسجل نجاح كاسح للأغنية الشعبية في عالم العربي، ولا أستبعد أن يتم اشتهار هذه الأغنية باللغة الأجنبية. لكن أغنية بأدوها ديو على المسرح تولع، ويمكن كمان الأغنية تترجم إلى لغة أجنبية. صح؟ هيدي إياها. الأيقونة فنان العرب أبو نورة محمد عبده. أرى فنان العرب المطرب محمد عبده على المسرح يغني وصل غنائية كما لم يغني من قبل، يجمع فيها ما بين الصوت الرائع والإحساس العالي، وخاصة وهو يغني مقاطع جميلة من أغانيه القديمة الخالدة، مما سيشعل مسرح محمد عبده مع تفاعل وإحساس من الجمهور لم نراه من قبل مع هذا الفنان الكبير الذي ملأ القلوب والزمان والأماكن. قبل يومين بالرياض. نعم. قدمت حفل تكريمه للكبير محمد عبده ضمن موسم
الترفيه في المملكه العربيه السعوديه. ما بيجي مثله. ما بيجي مثله. لا لا. بتحبيه كثير انت لمحمد عبد. ما بيجي مثله، مثل صوته ما بيجي. بيتصل فيك؟ بتتصلي فيه؟ ايه اكيد. تواصل. بحبه كثير، لانه انا كنت اقول دائما كنت بيع له اغانيه، كان عندي محل كاسيتات وبيع له اغانيه. بس اكثر شيء الوالده كانت تحبه نيشان، كانت تحط لنا الرمش الطويل اسمر وجميل. ننتقل الى مصر ايضا والنجمه ياسمين عبد العزيز. بس ليه اخترتي ياسمين؟ لا لانه الفنانه الغاليه على قلوبنا ياسمين عبد العزيز اراها بتقترب من مرحله الاسف، 24 25، امتى وكيف ما بعرف. هي مرحله الانفصال عن زوجها الممثل احمد العوضي وبشكل مفاجئ. اف 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 اف. انا كثير بكن لها احترام ومحبه كبيره للنجمه ياسمين عبد العزيز، بس هيدا الخبر كمان بزعل انه تنفصل عن زوجها، وان شاء الله توقعي ما يصير. حتى بنشوف الفنانه يسرى، فنانه شريهان، والفنانه ليلى علوي بعمل مشترك. هلا كيف وليه ما بعرف، بس عمل مشترك وبكسر الدنيا. هيك ابعث لها ليسرى من هلا. ببعث لها؟ طب ليلى ما توقعتي لي شيء. لا انت بتكون عم بتقدم على احد البرامج. عم تتوقعي لي ولا عم تقولي لي؟ لا لا بتكون عم تتوقع باحد البرامج. عم تتوقع؟ لا مش عم تتوقع، بتكون عم بتقدم، سوري، باحد البرامج التلفزه خارج لبنان او داخل لبنان او خارج لبنان، فممكن يجيك انت بتكون على الهواء بيجيك خبر شوي مزعج. خبر مزعج؟ خبر مزعج بيزعج. حدا بيموت؟ بس لا لا ما قلت موت. يعني ممكن بتوقف دقيقتين وبترجع على الهواء طبيعي. يسرى مساء الخير، انا عم سجل حلقه ليلى عبد اللطيف للتوقعات، بعدها متوقعه انه انت وليلى علوي وشريهان بعمل ضخم مشترك، مزبوط ليلى؟ صح. متسلم عليك ليلى. طب لحظه لحظه، لا مش رح مرق لك يا هروق شوي. شو انا وعم بقدم برنامج بتلقى خبر تليفون اتصال بيزعجني الخبر، بوقف خبر مزعج. هلا ما بعرف كيف وليه خبر مزعج، بس مش انه لا سمح الله حدا بيصير له شيء، ما تفتكر هيك. ما بعرف شو الخبر، بتوقف بينتشر على السوشيال ميديا الخبر، بيوصل لك بتوقف دقيقتين ثلاثة خمس دقايق وبترجع بتكفي البرنامج. هلا ليلى راس السنة عاملين حلقة طويلة عريضة، ما كشك عندك توقع حلو ليلى؟ خير خير. شو عندنا؟ ترجع إلى الشاشة وبقوة. إن شاء الله إن شاء الله. توقعات لبنانية ليلى، لأنه الناس بحاجة يسمعوا إلى ما قد تتوقعينه عن لبنان. قبل ما نفوت بلبنان رح ترجع تعمل مايسترو. شو رح أعمل؟ مايسترو. برجع بعمل مايسترو؟ نعم. حني هون ناجي وليليان، ليليان نحال وناجي نحال. برجع بعمل مايسترو. برجع بعمل مايسترو. صحيح. أيوة ليلى، أوكي، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. عنا فقرة لبنان. رح نحكي عن شو؟ لبنان. لبنان، أوكي. أول شيء أجيبي عن هذا السؤال، هل حد أنت وعدتينا قلتي إنه بدي حدد اسم الرئيس سليمان فرنجي أو البيصري أو لواء بيصري؟ لا 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 لحظة، أنا ما بحب حدا يضغطني بالزاوية. أنا ما ضغط، أنت قلتي. لا لا كنت قايلة، لكن هلا غيرتي رأيي. لا مش غيرت رأيي. شو؟ يلي شايفته حطته بدون لف ودوران. أوكي. بس بعد ما فينا نحدد لأنه بعد بكير على الرئاسة. قولي لي بعد بكير على الرئاسة. أرى أنه إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال الأشهر الأولى من السنة اللي هي أول ثلاثة أشهر، ستكون الانتخابات اللبنانية لرئيس الجمهورية معلقة مع انتخاب رئيس جديد بأمريكا. يعني انتخاباتنا ممكن تكون معلقة لغاية ما يصير انتخاب. يعني ما في رئيس جمهورية؟ لا ما في. لا أقول إذا ما في رئيس جمهورية بلبنان قبل ما يصير في رئيس جمهورية بأمريكا. إذا أول ثلاثة أشهر من السنة ما انتخب رئيس، هذا اللي أنا بقصده. أوكي. معلق نعم. والاسماء الثلاثه هي برجع بقول سليمان فرنجي، قائد الجيش جوزيف عون، واللواء الياس البيصري. البيصري هدول الثلاثه. هدول الثلاثه بتداول اساميهم وبقوه. اوكي اوكي. اذا ما صار انتخاب اول ثلاث شهور من السنه نيشان، تعلق الانتخابات لغايه حصول الانتخابات الامريكيه. هلا ما بعرف امتى بتصير انتخابات بامريكا، ما عندي فكره اي شهر، ما عندي فكره. اخر السنه بعتقد. اي شهر بيصير؟ سبتمبر من اكتوبر. طيب غبطة البطريرك قبل البطرك. نعم عم نحكي بعدنا على سوف تتجه الاضواء الاعلاميه الى المدير العام الامن العام بالانابه اللواء الياس البيصري لحدث مهم
وما بين البدل العسكري والبدل السياسي أرى اللواء البيصري في الحالتين يؤدي التحية ويشكل مفاجأة. هلأ هيدي ممكن تكون شيء رئيسي أو, رئيسي أو غير رئيسي. صحيح. بس المهم أنه اللواء الياس البيصري نعم. عنده تحت الضوء صح. الأمني أو السياسي نعم. نعم. أوكي. إن مشهد المياه الذي غمر الشوارع اللبنانية بسبب الأمطار نيشان سيكون مشهدا طبيعيا جدا أمام قسوة وخطورة المشاهد القادمة بسبب الأمطار والعواصف. وهنا أحذر وأنبه الجميع بإيجاد الحلول قبل وقوع الكارثة خاصة بشهر 1 و2 و3. مش رح قد ما تحذري يا ليلى، ما شتت شوي وغرقت الدنيا، شو بدهم يلحقوا ليعملوا هلا؟ أوكي. دولة البطرك الراعي الله يحفظه. نحكي عن بطرك الراعي. إيه؟ بس قلتي لي الله يحفظه مثل كأنه لا الله يحفظه يعني عادي، دائما بنقول حفظه الله أو الله يحفظه. أوكي. أزمة انتخاب رئيس الجمهورية والخلافات المسيحية على اسم الرئيس سيجعل البطرك الراعي في حالة انزعاج شديد، قد يتخذ من خلاله البطرك موقفا صادما للجميع، وقد نراه إما في حالة اعتكاف أو في حالة بعد واستراحة بعيدا عن النكد السياسي، لكي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية تجاه لبنان والشعب والرئيس. يعني البطرك الراعي يتذمر ويعتكف وقد يبتعد من وراء النكد السياسي اللي هو من وراء النكد السياسي. نعم. سماحة السيد حسن نصر الله. حسن نصر الله. سنرى سماحة السيد حسن نصر الله في لقاء تاريخي مع إحدى القيادات العربية الخليجية والمرموقة، ولا أستبعد أن يتم هذا اللقاء في دولة إسلامية بارزة. في العام 2024 سيكون سماحة السيد حسن نصر الله بين خيارين كبيرين، ولأنه سيد المقاومة وسيد الكلام سنراه سيدا للحكمة والأحكام، وجمهور المقاومة وأنصار حزب الله تملأ الشوارع تأييدا لقرار السيد حسن نصر الله. يعني سماحة الأمين العام يلتقي بقيادة نعم. عربية نعم. وفي دولة إسلامية، هذا اللقاء يتم مش بلبنان نعم. يلتقي وشو بيصفر، يعني شو بينتج عن هذا اللقاء؟ يعني أنا ما بشوف أنه بفوت لبنان كله بحرب، بياخد قرار مثل ما عم نشوف نيشان هلا بالمناطق اللي عم نشوفها بين الجنوب، أبعد شوي أقرب شوي. بتعرفي ليلى نحن كل ما نقول إنه ما في مشكل لبنان داخل بالحرب، ولكن هناك في أكيد. يعني أبناء نعم. لبنان أنا عم يستشهدوا بجنوب لبنان. بعرف. والقلق بصراحة أنا قلقانة شوي على لبنان من العدو الإسرائيلي وليس من المقاومة. المقاومة يعني رح تعرف ترد الصاع صاعين. ليلى أنت برأيك أنه بداية السنة يعني بكرة 1/1/2024 و2 و3 البداية، ما نحن ما منحط تاريخ هذا. لا لا سؤالي ما كان هيك سؤالي نعم. هو برأيك أنه بداية السنة قد تشهد الكثير من في أحداث متسرعة بلبنان؟ هي كل السنة فيها أحداث متسرعة، مش بس أول 3 أشهر من السنة، كل السنة في أحداث متسرعة على لبنان. بشايف الطيران الإسرائيلي اليوم سمعنا كثير سمعنا إيه، بس شايفة إنه في هلا حتى هون بيضربوا من الأجواء اللبنانية حتى هون توقع حتى توقع م. أوكي رح ننتقل إلى شخصية مصرفية صح؟ نعم. السيد أنطون صحناوي. صحناوي أحد المصارف اللبنانية سيكون حديث الإعلام والناس بسبب إنجاز اقتصادي مهم في عز هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا أستبعد أن يكون بنك SGBL هو صاحب هذا الإنجاز الكبير، وتحت رعاية رجل أعمال اللبناني الناجح السيد أنطون صحناوي الذي أراه سيصبح حديث الوسط الاقتصادي في العالم بسبب مشروع استثماري غير مسبوق. ولا أستبعد أبدا أن يتردد اسم السيد أنطون صحناوي في التركيبة السياسية الاقتصادية القادمة لبنانيا وعالميا، قد تصل لدرجة التكريم عالميا. لكن إنجاز عالمي
للسيد أنطون السحناوي. نعم. وهذا الإنجاز بحطه ضمن الخريطة العالمية. نعم. ويلمع اسمه عالميا. هلأ هو ما بده السياسة، لكن أنا بشوفه يوما ما بدور سياسي بارز. بتشوفي أنطون السحناوي بلبنان بدور سياسي؟ ما بهالمرحلة، مش بهالمرحلة، ما بعتقد، بس بتشوفي انه عنده دور سياسي. نعم. بارز، ممتاز. سنسمع عن عفو عام لعدد من السجناء، سجن رومية وغير رومية، وأرى السجون تفتح أبوابها لبعض السجناء الذي طال انتظارهم للحرية والعدالة نشان، وأرى قضية السجناء الإسلاميين في قلب هذا الحدث، كما سنشهد انتفاضة داخل السجون يرافقها أعمال للأسف شغب وفوضى، وسجن رومي يعود حديث الإعلام، والإفراجات آتية لا محالة بسبب هذه الانتفاضة القادمة. سيتم تسليم أخطر تاجر مخدرات حول العالم العربي نشان، وذلك من خلال إنجاز لبناني مهم ودور كبير للأجهزة الأمن العام وفرع المعلومات ومخابرات الجيش، وسيقوم جهاز الانتربول الدولي بتكريم الأجهزة الأمنية اللبنانية وخاصة قيادات هذه الأجهزة بسبب هذا الإنجاز البارز والكبير. إذن القبض على أخطر، نعم، مروج. نعم. أو تاجر للمخدرات. صحيح. وين بيوقفوك؟ طبعا بلبنان، ما بعرف. هون ونسني أو يتم الثناء على عمل أو جهود الأمن. صح. العام في لبنان. نعم. يد الغدر ستطال أحد الشخصيات الوزارية اللبنانية، والغضب يشتعل في الشارع بسبب هذا الحدث. يعني اغتيال. هلا بيغدروه كيف وليه ما بعرف. يعني اغتيال سياسي لبناني، هيدا اللي عم تقولي. يد الغدر ستطال. نعم. رواتب القطاع العام تدخل مرحلة الخطر في 24 وعلى عدة دول في العالم، وثورات العمال والموظفين تجتاح شوارع هذه الدول. سنسمع عن مغادرة أو هروب عدد، يعني بنعدوا عصابيع الإيدين، عدد من السياسيين بلبنان إلى خارج البلاد، وذلك بسبب بعض التطورات القضائية القادمة والحساسة. يعني ما بنشوفهم بقى بيرجعوا على لبنان. يعني بعض السياسيين شو هودي نهبونا ورح يفلوا. صحيح. نهبونا، طلع عليهم مذكرات توقيف يمكن، أو قبل ما تطلع مذكرات توقيف ليهربوا من العدالة. نعم. بيهربوا خارج لبنان. صحيح. عندي قلق كبير على رجل أعمال خليجي. عندي قلق كبير على رجل أعمال خليجي هو محب للبنان، وأراه قد يواجه في 2024 خطر الدخول إلى السجن ولأسباب غير مالية، وللأسف قد تكون نهايته مؤسفة بسبب الموت المفاجئ من وراء هذه الفضيحة أو من وراء هذا القضاء، المأزق اللي هو فيه. صحيح. لكن شخصية غير لبنانية خليجية. نعم. رجل أعمال محب للبنان. عم بتقولي حتى يمكن عنده أعمال بلبنان أو بلبنان شيء. بيواجه عقوبة السجن. صح. أمر غير مادي، يعني التهمة غير مادية. صحيح. لفضيحة ما قد تكون نهايته مؤسفة، والنهاية مؤسفة في السجن، وخايفة عليه من الموت المفاجئ من وراء هذه الأخبار. توتر وبلبلة بتظهر للعلن رشان ما بين أنصار حركة أمل وأنصار حزب الله، وسنرى القيادات تتدخل من أجل حل هذا الإشكال وضبط الأوضاع وإعادة الهدوء، وبحكمة الرئيس نبيه بري. الثنائي الشيعي يعني. نعم. بيصير في خلاف بيناتهم. صحيح. ونشوف هذا الخلاف يعني يتفاقم على شاشات التلفزة. منشوفه. نعم. منشوفه. نعم. للأسف أرى لبنان مسرحاً من جديد لعودة عملية اغتيال خلال 24، وربما بتهدد هذا الخطر أكثر، يعني بتهدد أكثر من شخصية. إن كل هالسنوات في تهديدات لإلهم صارت نجام، يعني هيدي منا يعني بيغتالوا سياسيين عنا بلبنان. في بعض بيروحوا بطريقة غامضة أو اغتيال. شخصية سياسية مرموقة بتتعرض للاعتداء الجسدي أثناء زيارتها لإحدى الدول، مما يسبب خضة وضجة إعلامية واسعة بسبب هذا الاعتداء، أنه منه مرغوب فيه.
شخصية سياسية لبنانية نعم يسافر لدولة لأحد الدول بأحد الدول بيعتدوا عليه ضرب صح يعني منه مرغوب فيه جسدي لأنه غير مرغوب به خصوصا من اللبنانيين برا يعني مين بده يكون عندي كذا مصدر القلق عندي سميلك ولا لا؟ أنت بدك تسمي؟ إيه؟ بس أنت حر أنا ما بسمي نعم أوكي أنت شخص. حر يا باشا أوكي تسمي ولا ما تسميش أنا أوكي. ما طب إذا قلت لك بتقولي لي إيه أنا ماشي بس إنه شايفتيه بياكل قتل ولا حقول بس بينضرب بينضرب شايفتيه أقول ولا ما أقول أقوله حولة عادل إمام أقول شو ليلى بينضرب مصدر بينضرب إيه بينضرب أوكي. مصدر القلق عندي بيدعو إلى الخوف على الجنوب لشان شوي بيروت وضواحيها وأرى المقاومة بكادة حزب الله تتأهب لتوجيه ضربة مؤلمة وقاسية باتجاه الداخل العدو الإسرائيلي الحزن الكبير سيعم أوساط الطائفة المسيحية الكريمة وبيرافق أجواء التعاطف وسنرى الساحة المسيحية تتكاتف وتتوحد بسبب بسبب رحيل قلت لك رحيل بسبب شخصية أي يمكن موت تربى أو الله العليم أجواء من الخطر لا سياسية سياسية أجواء من الخطر تحوم فوق لبنان قد تؤدي إلى المزيد من الفراغ في المؤسسات الحكومية نشان وبتعطل التعيينات المهمة في المراكز الحساسة وسنكون أمام نوع من الفوضى العارمة على أبواب بعض المراكز والمؤسسات الحكومية في لبنان لاعب رياضي شهير بيتعرض لأزمة صحية طارئة بتؤدي إلى وفاته برافقه أحداث مثيرة وحالة كبيرة من البلبلة على أرض أحد الملاعب لاعب رياضي لبناني لاعب رياضي شهير يتعرض لأزمة صحية للأسف يقف قلبه يعني ليلى تؤدي إلى وفاته على أرض الملعب هلا أرض الملعب برات الملعب ما بعرف بس غياب بلبلة. شخصية رياضية شهيرة تعمل بلبلة تعمل بلبلة أرى أن لبنان سيشارك الطائفة الشيعية الكريمة للأسف سنة 2024 اثنين الطائفة المسيحية الكريمة والطائفة الشيعية الكريمة الحزن والأسى جراء رحيل أحد الشخصيات الشيعية البارزة والتي تشكل رمزا من رموز الوطنية والاعتدال في لبنان خلينا ناخد فاصل ليلى هيدا آخر فاصل آخر بعد فينا نقول شيء قبل آخر فاصل قولي أنصح وأحذر رجال المال والأعمال وأصحاب الثروات وأقول لهم حتى لا تضيع أموالكم وتخسروا ثرواتكم بال2024 باشروا من الآن بشراء العقارات والذهب والفضة لكي تتجنبوا الكوارث الاقتصادية القادمة التي ستؤثر على أسواق المال والأعمال بالعالم يعني اشتروا عقارات واشتروا ذهب واشتروا معادن بس ليلى استوقفنا أنه شخصية مسيحية بتموت وشخصية شيعية لبنانية يعني نفقدها ما هو بس نفقدها بيكون ماتوا وأحد رموز الطائفة الله يحمي الجميع يا رب الشيعية بتغادر ناخد فاصل أخير ونتابع مع توقعات ليلة رأس السنة لليلى عبد اللطيف